جميل. هل تم إلغاء جائزة عبد الحي أديب هذا العام؟ لا خالص، هو بس نتيجة إن المهرجان هيطلع أو مش هيطلع، في ميزانية ما فيش ميزانية، إحنا خدنا ميزانية لهذا المهرجان يعني يوم الأربع الجاي، يبقى واخدينها من 20 يوم. كنت على اتصال بالدول بتقول لهم ابعتوا أفلام وكذا، لكن بداية الشغل العملي لهذا المهرجان وربنا يستر يعني 20 يوم فقط. طيب، بمناسبة بقى اتصالاتك مع الدول، لتركيا نصيب الأكبر في المهرجان السنة دي، وهي ضيف شرف المهرجان. هل دو برضه ضيف شرف؟ هل ده هي برنامج خاص، برنامج خاص في 4 أفلام. أنت عارف السينما التركية قفزت قفزات هائلة جدا في الفترة الأخيرة. هو يمكن السؤال بس اللي بعض الخبثاء بيسألوه، هل ده له علاقة بالتقارب المصري التركي على المستوى السياسي؟ خالص خالص. هو احنا انتبهنا لتركيا قبل ما يجي وزير رئيس الوزراء بتاعتها، لان انت دلوقتي بقيت تفتح المحطات العربيه تلاقي المسلسلات التركيه المدبلجه وكذا، يعني في غزو لهذا النوع من الاتراك. يعني على فكره احنا السينما بتاعتنا اهم من التركيه 20 مره، بس هم عندهم 3 أو 4 لامعين جدا عالميا، زي ما كان عندنا يوسف شاهين في يوم من الايام، زائد ان هم بيعملوا في بكاره في طبيعه المسلسلات اللي بيقدموها في المحطات العربيه. هتلاقي شواطئ وعلاقات انسانيه بين ناس. السنه الدراما المصريه بقت تخجل من ان تقدمها بدون سبب، يعني واخد بالك؟ الاتراك بيلعبوا هذه اللعبه رغم ان هم دوله اسلاميه، لكن علمانيه حسب التعبير الاخير اللي قاله رئيس الوزراء التركي. طيب، ختاما لكلامنا، مين هي اهم الشخصيات الفنيه اللي هتحضر المهرجان السنه دي على مستوى المخرجين او الممثلين؟ خلينا الاول في المكرمين. عندنا مدام زهره العلا، ربنا يديها الصحه، والاستاذ يحيى الفخراني، والاستاذ سمير سيف المخرج الكبير، والاستاذ بشير الديك، دول اساسيين يعني. لجنه التحكيم الديجيتال عشان ما ننساهمش، لان شخصيات مهمه جدا، الدكتور محمد الاليوبي رئيسا، ومعاه الناقده ماجده موريس، والمخرج الشاب عمرو سلامه، دول اللي هيكونوا مسؤولين عن تسابقات. طب المسابقه الرسميه بقى، احنا قلنا فيها خالد الصاوي وجيان فاضل، بس جيان فاضل في بقى الفيلم المصري جاي، العشر ابطال اللي فيه يعني، خالد بدايه من خالد. لا، انا بتكلم على لجنه التحكيم المسابقه الدوليه. لجنه التحكيم فيها مديره مهرجان في البانيا، انا الاسامي مش حضراني قوي، فيها دوكوريست ايطالي شهير جدا، اشتغل في فيلم الامبراطور الاخير، واخد بالك؟ فيها ناقد تركي، فيها ممثله يونانيه، بس الاسامي مش حضراني. كنت قلت لي، كنت جبت لك الاسامي. هو انا قدامي المصمم الايطالي اوزفالدرو ديزادريال. الاول الموضوع صعب يعني يا جماعه. الراجل ده بقى اهميته الحقيقه انه اولا مش كتير بتكرم انت بتوع الديكور، يعني مش دايما بيكونوا تحت الاضواء بشكل اساسي يعني، بس الراجل ده اشتغل مع روسوليني وبورتولوتشي، ويعني اهم المخرجين اللي في الدنيا تعاملوا معاه. تمام. طيب، ايه اللي تقدر تقوله للناس اللي بتتفرج علينا، اللي قاعده في البيت، ان هي تروح تتفرج عليه في افلام السنه دي؟ انت شايف بقى حضرتك، مش بكلمك دلوقتي كرئيس مهرجان اسكندريه، انا بكلم حضرتك كناقد وناقد لازع ورئيس الصفحه الفنيه في الاهرام، تقول لهم ايه عن افلام السنه دي؟ تديهم او تديهم زي جايد، نوع من الارشاد. والله شوف، من يهوى مشاهدة الأفلام يبقى أفلام المسابقة أعتقد هتكون مهمة جدا، واخد بالك؟ من يهوى رصد حركة الشباب في صناعة الفيلم القصير بإمكانيات ضئيلة جدا، هيكون عنده 49 فيلم أمامه، ممكن يشوف شبابنا النهاردة بيفكر إزاي. اللي عاوز يرصد في ندوة مهمة جدا اسمها نجيب محفوظ والاسكندرية. الأستاذ نجيب بنحتفل بيه في مصر السنة دي بمئة سنة على مولده. فعملنا برنامج خاص محدود عن نجيب محفوظ والاسكندرية. يمكن ترصد الاسكندرية في عمل نجيب محفوظ في عملين بالتحديد، في ميرامار والسمان والخريف. ومن حسن الطالع ان العملين دول بالذات بيقربوا قوي لما تشوفهم النهاردة تاني من شكل الاوضاع في مصر دلوقتي.
لانه ناقش فيهم سقوط النظام الملكي وظهور النظام 23 يوليو وما يسمى بالفلول، وهل هيلحقوا بتوع اللي كانوا بيشتغلوا مع النظام الملكي يشتغلوا مع الثورة ولا لا. حتى بوضوح جدا في سليمان الخليفة، لان البطل بتاعه كان مدير مكتب وزير الداخلية في العهد الملكي، فازاي هيصحح اوضاعه عشان يخش مع الثورة؟ واخد بال حضرتك الانتقال من نظام لنظام سجله ببراعة شديدة جدا الاستاذ نجيب، وهو اللي احنا عايشينه النهاردة بالظبط. يعني لو تفتكر كمان ميرامار هتلاقي النقاش اللي بين الباشا وبين الاشتراكي الجديد والصحفي القديم اللي كانت عموما. يعني هو ده برضو لو حبينا بس نأكد على المشاهدين، ويمكن اهم الافلام المعروضة السنة دي هو كف القمر المشارك في المسابقة الرسمية، ده غير مسابقة افلام الديجيتال اللي فيها جزء كبير جدا من افلام ثورة 25 يناير. الناقد الكبير استاذنا العدلي رئيس مهرجان الاسكندرية السينمائي الدولي، بنشكرك شكرا جزيلا ونتمنى لك التوفيق في الدورة 27.